بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. متابعي قناة تيسير، ألف مرحبا بكم في هذا العرض الجديد، عرض خاص وممتاز بالنسبة للناس كيقلبوا مساحة صغيرة يديروا فيها واحد السكينة في البادية ووسط الهواء النقي والطبيعة والكالم، يعني واحد المنطقة هادئة جدا، والأفونتاج أنها قريبة لمكناس على بعد 7 كيلومتر من مكناس، يعني قريبه المكناس. الانسان اللي يدير لافيت قريبه يمشي ويجي، وحده المدارس، حداها المدرسه، حداها الطريق. فيعني صراحه عرض ممتاز متابعي قناه تيسير. فكما كتشاهدوا حنا الان كنتواجدوا امام هذه البقعه، هذه البقعه محفظه تيدري، المساحه ديالها 802 متر كاري، فيها ثلاثة الواجهات، محفظة تيتر فرونسي. فاش كنقولوا محفظة يعني أوراق قانونية مسجلة ومحفظة، يعني تيتر فرونسي. فكما كتشاهدوا فيها ثلاثة الواجهات، وبعيدة قريب البعد على مكناس 7 كيلومتر على مكناس، يعني قريبة كما نقولوا قريبة. فمتابعينا الكرام، فيها هذه الواجهة اللي كما كتشاهدوا متابعينا الكرام كتبان، وفيها كذلك هذه الواجهة، هذه الواجهة كذلك قريبة للطريق الرئيسية، وكاين واحد الواجهة أخرى كذلك هنا فيها طروا فصاد كما كتشاهدوا متابعي قناة التيسير. فهذا عرض متميز جدا، 802 متر مربع صالحة للبناء قانونيا، يعني عندها الرخصة القانونية باش تبني فيها، فيها الضوء، فيها الماء ديال لونغ بدايز. فهذه صراحة عرض يعني كما نقولوا همزة بالنسبة للناس كيقلبوا مساحة صغيرة ويبنيو فيها واحد السكينة في البادية وفي الهواء النقي. والان غنشوفوا نديروا نبداو في هذه الزياره على بركه الله. كما كتشاهدوا تشوفنا ديالها، هذه واجهه، وكاين عاوتاني هذا الطريق، عاوتاني هذه الطريق، عاوتاني وكاين واحد الطريق اخر، عاوتاني ثلاثه الواجهات. فعلى بركه الله نبداو هذا العرض ديال هذه البقعه اللي كما كتشاهدوا هي هذه بقعه ما شاء الله جات عاليه، جات ممتازه يعني للتذكير. فيها الماء ديال لونيب، فيها الضوء، ومحفظه مسجله كما كتشاهدوا هي هذه، المدرسه حداها قريبه. فكما كتشاهدوا هي هذه البقعه، هي هذه، هذه الطريق اللي كنا مع قبيله فيها، جايه الطريق عاوتاني دو فاس، وكاين واحد الطريق هنا، هي ثلاثه الواجهات. فكما كتشاهدوا متابعينا الكرام، هي هذه، هذه الواجهه الاولى، هذه كما نقولوا هذه الواجهه الثانيه، وكاين الواجهه الثالثه منها. والتذكير ديال المساحه ديالها 802 متر، يعني صراحه فرصه بالنسبه للناس كيقلبوا يديروا واحد السكينه في الباديه، فهذه فرصه لا تعوض يا متابعي قناه تيسير. كما كتشاهدوا حنا الان دابا نوريكم الحد ديالها على بركه الله. الحد ديالها هو هذا كما كتشاهدوا، ها البورنيه، ها البورنيه ديال المحافظه، شفتوها، ها البورنيه ديال المحافظه، ومشات حتى لهنا، حتى لهاد البلاصه، وجات هنا كاين الطريق، وكاين هذيك الطريق اللي شفناها قبيله فاش بدينا التصوير، شفنا، وكاين هاد شفنا، والضوء الكهرباء كاين كما كتشاهدوا، الكهرباء كاين. ف يعني فرصه لا تعوض يا متابعي قناه تيسير. ف 802 متر مربع، واحد الثمن اللي هو جد مناسب، ففرصه لا تعوض هنا تجي واحد السكينه ما شاء الله، وقريبه لمكناس. لافونتاج انها قريبه لمكناس، 7 كيلومتر على مدينه مكناس. بالنسبه للقدرون داخله تقريبا واحد تكون واحد 100 متر ولا كاع ما كاملاش على الطريق الرئيسيه المعبده. اذا متابعي قناه تي سي، حنا كنتواجدوا الان في الجهه الاخرى، فالارض البقعه هي هذه، يعني بقعه زوينه فيها 802 متر مربع كما كتشاهدوا متابعينا الكرام. فالكهرباء كاين وكتطلع على المنظر، يعني هذا المنظر رائع طبيعي. فبالنسبه للناس اللي كيقلبوا مساحه صغيره ويبنيوا فيها، يبنيوا فيها منزل، ف 802 متر مربع محفظه تيتر فونسي كما شاهدتوا، والثمن ديالها يعني ثمن جد مشجع، ف 18 مليون قابله للنقاش، 18 مليون قابله للنقاش. فاللي والبعد على مكناس تقريبا 7 كيلومتر، يعني كاين المدارس، كاين قريب لها المدرسه، قريب الطريق قدروني، يعني منطقه هادئه وكالم. فاللي بغى يزور هذا العرض العقاري يتواصل مع الوكاله ديال تيسير. الرقم المعتمد ديالنا هو 0670 96 48 84. والف مرحبا بكم متابعينا الكرام، دائما العروض متواصله على قناه تيسير ودائما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.